ومحبة وسلام. نحييكم من مهرجان ختامي المرموم 2022 في أول انطلاقات بنجوم المستقبل، في أول تحديات بسن الحجايج بالإنتاج بالمنتجين. 4 كيلومترات هي المسافة المقررة من اللجنة العليا المنظمة لهذا السباق. نسير مع الشوط الرابع ونتعرف على هذه الأسماء، والشوط الرابع الخاص أيضا بالجعدان الحجايج مباشرة إلى المركز الأول. هذا بابل عبد الواحد بالعثة بالخزع بالهركي العامري يتقدم بمبارك ليقدم لنا هذا الاسم، بينما المركز الثاني خوف يتقدم، هناك أحمد بن سعيد بن منانة يقدم لنا خوف، وإنتاجه الفاخر بن منانة أحد بنوك الإنتاج القوية في عالم الأصايل. الوصول من شاهين راشد بن سيف بن علي بالضحاك الشامسي يتقدم ليقدم لنا هذا الاسم، بينما المركز الرابع تدخل في هذه اللحظات المفرق حمد بن هيام بن سالم العامري يتقدم في هذه اللحظات ياخذ المركز الرابع، يغير الى المركز الثالث المركز الخامس. الوصول هناك من مايهاب الشاب الواعد عمر بن مطر بن لاحج الهاجري يقدم انتاجه على المركز الخامس. ما شاء الله التحديات كبيرة والاسماء قوية. ايضا ياتي بدر بن سالم بن علي الوهيبي وصل في هذه اللحظات قادم من السلطنة، احد الضيوف القادمين الى دانة الدنيا دبي الى تحفة الميادين ميدان المرموم. هناك الوصول والدخول من الاسم القادم، هذا كفو حمد بن هزيم بن محمد بن هزيم المسافري، ولكن القادم ايضا لاضي لسلطان بن محمد بن سلطان بن مرخان. يا لها من اسماء قوية. عودة الى مقدمة الشوط، يا سلام 1600 متر مايهاب عمر بن مطر بن لاحج الهاجري. الى اين يا بلاحج الشاب الواعد، ولكن ابناء ارماح من واقع الشعار عمر بن سبت الخيالي يتقدم، يقدم لنا انتاجه الفاخر، يقدم لنا ايضا نسناس عمر بن راشد بن محمد بن سبت الخيالي يتقدم، ولكن مايهاب على المركز الاول عمر بن مطر بلاحج الهاجري. الوصول الدخول التحدي من شاهين راشد بن سيف بن علي ابو الضحاك الشامسي. الاسم القادم اول نداء اول اذاعه لمرعب سلطان بن معيوب بن سلطان بن جابر المطيوعي وصل خذ المركز الرابع في هذه اللحظات مع مرعب، بينما الاسم الجديد الوصول الله نبه جاسم بن محمد بن مسعد الربيعي اهالي ميدان الرميل هناك بوادي بني خالد بسلطنة قادمين للمنافسة، ولكن مايهاب 800 متر الاخير روح يا شاب الواحد، روح مع الصدارة مع مايهاب عمر بن مطر بن لاحج الهاجري. شوفوا القدوم، شوفوا الوصول، الله الله الله، شمعدان محمد بن معتوق بن شامس العامري، شمعدان وهذا ايضا هذا هو الشامخ هلال بن سعيد بن سالم الهاشمي، هذا الشامخ ايضا من السلطنة قادم ليتقدم على المركز الاول بقيادة علي بن سعيد الهاشمي، ولكن الدخول الله الله، التحدي المثير الاثارة القوة. هناك ايضا الحذر حامد بن شطيط بن سعيد بن علي اليحافي غير اهالي ميدان اليزع هناك بالسلطنة على المركز الاول. المهيري وصل في الامتار الاخيرة في الامتار المجنونة ليقدم لنا ايضا نشوان سعيد بن محمد بن مبارك المهيري. الله اليحافي والمهيري في مقدمة هذا الشوط في صراع الانتاج رابع اشواطي هذا اليوم، ولكن الصدارة مع الحذر حامد بن شطيط بن سعيد بن علي اليحافي. سلام اليزع سلام السلطنة. المركز الثاني نشوان سعيد بن محمد بن مبارك المهيري. المركز الثالث اللي وصل في ثالث المراكز كان نبه جاسم بن محمد بن مسعد بن علي الربيعي. المركز الرابع وصل لنا مايهاب عمر بن مطر بن لاحج. المركز الخامس
وصل ايضا اللي هو في المركز الخامس كان دخول جميل الشامق الهلال بن سعيد بن سالم الهاشمي. تهانينا والناموس على هذا الفوز. هكذا ايها المتابعون جميعا متابعي قناتي دبي ريسنج وقناتي ياس ايضا الرياضية الناقلات لهذا المهرجان مباشرة مشاهدين الاعزاء للتوقيت الزمني حيث التوقيت 5:50 خمس اجزاء من الثانية. تهانينا لحامد بن شطيط بن سعيد بن علي اليحافي وسلام يلي زع سلام راعي الحذر. تهانينا والناموس وتحية من ابو خالد. المركز الثاني 5:50 تسع اجزاء من الثانية نشوان السعيد بن محمد بن مبارك المهيري. تهانينا لابو خليفة على هذا الفوز والانتصار. بينما اللي خذ المركز الثالث مايهاب عمر بن مطر باللاحج الهاجري ب5:51 وست اجزاء من الثانية. هكذا ايها المتابعون جميعا كانت احداث هذا الشوط لتنهي مع الحذر حامد بن شطيط بن سعيد بن علي اليحافي. تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم مشاهدينا متابعينا الكرام عشاق